مثلا نفس الحاجه بتوصل بتحصل في محافظتين والمحافظات الاهالي اللي في المحافظتين ما يعرفوش ان الحاجه بتحصل في نفس المحافظه. اما انا يبقى عندي والد طفل معتقل في ديكيرنس اللي في الدقهليه اتقبض عليه من جوه ديكيرنس اللي هي مؤسسه احتجاز مؤقت، وفي نفس الوقت والد معتقل طفل في كوم الدكه اللي في اسكندريه اتقبض عليه وهو بيزور ابنه برده داخل مؤسسه الاحتجاز المؤقت في كوم الدكه، والاثنين ما يعرفوش ان اللي حصل هنا حصل هنا من كتر ما في نوع من انواع الانفصال الكامل ما بين المحافظات حتى وبين بعضها. احنا عم بنرجع نتكلم ونقول ان دي انتهاكات وان دول اطفال، الاطفال بيجرى لهم اللي بيجرى للكبار على فكره، واللي بيجرى للبنات هي نفس الانتهاكات بتجرى للناس كلها، ما فيهاش خيار وفقوس على خالص. بس الفكره بس ان احنا بنتكلم في دولت عشان دولت اطفال وعشان وعشان وعشان، بس هما ما بيتعاملوش اي معامله خاصه، هما بيتضربوا عادي وبيتكهربوا عادي وبيهملوا طبيا عادي وبيهملوا بينتهكوا قانونيا عادي وبينتهكوا نفسيا عادي، هي كل الحاجات دي عادي جدا. الطفل دلوقتي حتى بعد لما بيطلع بيبقى ماشي في الشارع بيوقفه مخبر ما يسواش ثلاثة نكلة بياخد البطاقة بتاعته ويتكلم في التليفون يكتشف ان هو كان مقبوض عليه قبل كده، يقوم واخده وواخده على الاسم تاني، و15 يوم في 15 يوم ولف اللفة تاني لدرجة ان الاطفال وصلوا النقطة بقوم بيقولوا احنا مش عايزين نطلع، ما احنا كده كده لو طلعنا هندخل تاني. اللي وصلنا للنقطة اللي احنا فيها دي ان مفيش ناس اخدت مواقف جادة، ناس طبيعيين حتى لا حقوقيين بقى ولا صحفيين ولا اي حاجة، بني ابنين اخدوا مواقف جادة من الاوائل خالص وقالت ان ده غير مقبول.